فخذ النصيحة من طبيب حاذق وبأمر ربك تكشف الأدواء. بالنسبة لمرضى الكوليسترول والدهون اللي عادة يأخذون الوجبة في الفترة المسائية قبل النوم، ده هياخدها على وجبة السحور عند الفترة المسائية قبل النوم أو عند السحور، لأنه دايما السحور وبعديه صلاة الفجر والشخص بينام في رمضان، فهياخد الجرعة في نفس الميعاد قبل النوم عند النوم. لو هو يعني هل يأخذها مع بعضهم دكتور ممكن ينام ثم يستيقظ للسحور، فهل يأخذها مع يعني قبل النوم؟ عند النوم. عند النوم. عند النوم. طيب واللي ما يناموا ما شاء الله سهاري؟ سهاري يأخذها بقى لما يجي ينام. لما يجي نعم هياخدها، لان يعني ما فيش اي خطوره منها. ولازم نبقى عارفين المرضى اللي بياخدوا علاجات الكوليسترول والدهون الثلاثيه اغلبيه الجرعات هي وقائيه، جرعات وقائيه لحمايه شرايين القلب ولحمايه القلب من التعرض للجلطات ولا قدر الله لامراض القلب، فاغلبيه الجرعات هي حمايه، ما باخدش العلاج عشان ينزل نسبه الكوليسترول. اللي هينزل نسبه الكوليسترول هو النظام الصحي الغذائي. جميل. هو ده اللي هينزل نسبه الكوليسترول، ولكن العلاج مهم جدا بالاخص لمرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى القلب. ممتاز. فخذ النصيحه من طبيب حاذق وبامر ربك تكشف الادواء.